وحرص المواطنون في المحافظات على متابعة المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 وأعربوا عن تقديرهم لجهود الدولة في دعم الاقتصاد الوطني. بالتزامن مع انطلاق مؤتمر مصر الاقتصادي 2022 وفي ظل الأحداث الجارية العالمية الشديدة التعقيد على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، قامت اليوم مؤسسة حياة كريمة بإطلاق دعوة عامة لشباب المحافظة وأهالينا في كل مكان، وانطلاقا من دورها للتوعية وإشراك الشباب في الحياة العامة. نشاهد اليوم مجموعات من الشباب ومجموعات من أهالينا بيتابعوا المؤتمر الاقتصادي، مهتمين بمعرفة مخرجات المؤتمر، مستقبل مصر الاقتصادي وخريطة الطريق، وأهم الفرص الممكنة لتشغيل الشباب ومنحهم وتمكينهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبنشاهد النهاردة التجمع هو رسالة حب من الشباب للدولة في ظل تحديات إقليمية شديدة التعقيد. أول ما عرفنا إن في المؤتمر ده بيتذاع وموجود هنا دلوقتي في شاشات بتتعرض في نادي أرون الرياضي في الفيوم، طبعا ما تأخرناش وجينا عشان نشوف الشاشات دي، المؤتمر وفعالياته. وطبعا إحنا كشباب سعداء لما بنشوف مؤتمرات زي دي وبنشوف الاقتصاد بتاعنا بيتحسن. مؤتمر فكرته حلوة جدا، رب إن شاء الله تنجح، إن إحنا نخلق تنافس بين السلع المحلية والسلع الأجنبية. دي فكرة ممتازة جدا، بنتمنى إن هي تنجح وإن إحنا نقدر نثبت نفسنا وإن إحنا نقدر ننافس السوق الأجنبي. أنا شايف إن هو هيخلق فرص عمل جديدة في البلد وهيخلق قدرة تنافسية بين المنتجات السلع المحلية وبين الأجنبية، وإحنا بنتمنى حقيقة إن السلع المحلية إن هي تبقى سائدة في السوق المصري.